بآخر فقراتنا يلي رح يكون ختامها مسك مع ضيفتنا لليوم ويلي رح نتناقش بموضوع جدا مهم هو الذكاء الاجتماعي. أكيد كتير من الأشخاص بنواجهها بحياتنا وبمختلف الأنماط والشرائح والتفكير، منهم عندهم عقد نفسية، منهم سويين نفسياً، ولكن اليوم نحن كيف بنقدر نتعامل مع جميع الأشخاص يلي موجودين حوالينا بذكاء اجتماعي؟ دائما مهارات التواصل بتختلف بين شخص وشخص، واكيد نحن موجودين بمجتمع بنختلف بطباعنا، حتى بالبيت الواحد بالاسره الواحده بنلاقي الاخوات بيختلفوا بينهم وبين بعض. طريقه التواصل الصحيحه كيف انا اكون قادر على اني اتواصل، ويمكن الناس اللي بتشتغل بعملها بتدور دائما على هي الطريقه لحتى تقدر تنجز وتقدم افكارها بشكل جيد. يعني بعض خليني اقول العلاقات ممكن يصير فيها شوي مراعاة، ولكن بعض العلاقات الأخرى مثل العلاقات المهنية وغيرها بحاجة لتعامل بطريقة صحيحة. كلها تفاصيل رح تطلعنا عليها طبعا الدكتورة تغريد مسلم اللي هي أكيد أستاذة في علم الاجتماع بجامعة دمشق. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. صباح الخير دكتورة. صباح. الذكاء الاجتماعي شو هو مفهومه بالضبط، وكيف نحن بنعرف إنه هذا الشخص عنده ذكاء اجتماعي؟ الذكاء الاجتماعي هو قدرة الشخص على فهم الآخرين وفهم البيئة المحيطة والموجودين ضمن البيئة المحيطة، وأن يكون مؤثر في الآخرين، يعني قادر على أنه يفهم الآخر ويتكيف ويتعامل وفق الوضع اللي هو موجود فيه. أما غباء اجتماعي ما في شيء اسمه غباء اجتماعي، وإنما في عنا قدرات عند كل شخص، كل شخص كيف ممكن هو يحسن التعامل بهالمواقف، قديش هو عنده مقدرة على إنه يتحكم بنفسه وعلى إنه يفهم الآخر ويفهم نفسه قبل كل شيء. لا حتى أنا أكون يعني أفهم الآخر لا يمكن إذا أنا ما كان عندي فهم لنفسي، لحتى أعرف كيف أنا بدي أعمل هالصلة بيني أو أبني هالجسر التواصل بيني وبين الآخر، لازم أكون فهماً أولاً نفسي ثم الآخرين، وبعدين هون أنا بتكيف حسب الموقف وحسب العلاقة وحسب الشخص. هذا هو اسمه الذكاء الاجتماعي، يعني عنده المرونة بيتكيف وفق للوضع، يعني بالنتيجة هو ناجح ومؤثر في الآخرين. طيب دكتورة خلينا نحكي شوي، اليوم كثير أشخاص مثل ما قلت بالبداية ممكن يكونوا ببيت واحد بس شخص عنده هي القدرة إن هو يتعامل ويكون مرن وشخص آخر لا، هل الذكاء الاجتماعي هو فطري أم لا هو مهارة مكتسبة وإلى أدواتها؟ مثل ما قلتي جواب مع بداية كلامك، لما قلتي في شخص نفس الأسرة شخص عنده ذكاء اجتماعي وشخص ممكن يعني أقل يعني نسبة ذكاء، فإذا هو ليس فطري، يعني ليس ما بينتقل بالوراثة. لما قلت الذكاء هو مهارة، المهارة يقوم بها العقل، فإذا أنا الكل عنده عقل، ورب العالمين من على الإنسان أنه ميزه عن باقي الكائنات أنه عنده العقل، فإذا أنا هذا العقل كيف أنا ممكن طوره، كيف ممكن دربه، كيف ممكن نميه، شو أعطيه من معرفة ومن معلومات، هون بيرتفع مستوى الإدراك وبالتالي بيحسن التصرف. فلذلك ما في حد ما هو مكتسب، نعم مكتسب وبيختلف، لكن من فرد لآخر، كل شخص شو مشتغل على حاله، كل شخص شو اشتغل على نفسه، شو نمى بشخصيته، وقديش كمان يعني ممكن هو يعني مارس هالمعرفة اللي اكتسبها وطبقها أو خلينا نقول وظفها مع الآخرين، هذا هو اللي بيخليك شخص يختلف عن الآخر. طيب دكتورة شو هي ذكرتي مهارات لازم تكون موجودة عند الشخص الذكي اجتماعيا، اليوم شو هي هي المهارات يلي لازم يكتسبها الشخص أو يشتغل عليها أكثر لحتى يصنف حدا ذكي اجتماعي؟ صحيح، أنا لكون عندي ذكاء اجتماعي بدي يكون مؤثر بالآخرين. النتيجة اللي بقصدها هي التأثير في الآخرين. التأثير في الآخرين له تقنيات وله خطوات وله مهارات، فأنا من الأساسيات التأثير بالآخرين الاحترام للآخرين، كذلك في عندي قواعد أخرى وهي أنه عاملت الآخرين بلطف، اللباقة، عدم الجدال، اللي هي أنا كذلك يعني الكلام اللطيف مثل ما قلنا، حسب ما قلت كلام لطيف، كلام يكون يعني أو خلينا نقول يعني حسن التعامل مع الآخر وفهم مشاعر الآخر والتكيف مع هذه الحالة. في المهارات اللازمتني لحتى
أوصل لهالنتيجة؟ أول طبعاً أنا بيكون عندي مهارة الحديث، لكن لكي أكون متحدث جيد ومؤثر بالآخر لابد أنه يكون عندي مهارة الاستماع أو الإنصات. يجب أن أنصت، أول مهارة بدي إياها أني أنصت للآخر، لأنه بإنصاتي للآخر أنا بتمكن من فهم الآخر. إذا أنا بدي إنصات وبدي حديث وبدي افهم مشاعر الشخص، وكذلك بدي افهم كذلك لغة الجسد، يعني الاتصال اللفظي ولا لفظي الكلام، وكذلك لغة الجسد والصوت وحركات هالشخص وفهم مشاعره. هون انا بكل هدول بقدر بقى اوظفهم مع بعض وكون انا على توافق مع الاخر، واختار الجمل والعبارات وحتى التعابير اللي هي بتكون مؤثرة ومقبولة مع الآخر. يعني بالنتيجة بقدر ابني العلاقة الطيبة والعلاقة الودية مع الآخر بحيث انه هو يكون راضي وانت تكون راضي. اكيد دكتورة، بعض الأشخاص بيتبعوا أساليب تانية بالتعامل مع الناس، يعني ما بعرف إذا صح نسميها نقول نفاق، خبث، البعض بيقول مجاملة زائدة عن اللزوم، لحتى تحت عنوان هيك صغير لحتى نمشي أمورنا. يعني صحيح. هل هي طريقة صحيحة من أو أسلوب من أساليب الذكاء الاجتماعي، أم هو يختلف تماما عن هي الأساليب؟ يعني نحن بالآونة السنوات الأخيرة لاحظنا، خاصة العشر سنوات الأخيرة، بدأنا نشوف ازدواجية بالمفاهيم. فالذكاء الاجتماعي عطانا المفهوم المضاد له النفاق، وصرنا نعمم هذا منافق فهو ذكي. فالنفاق يعني هو مصطلح، خلينا نقول، من التشوهات اللي دخلت على أخلاقنا وعلى مفاهيمنا. فلا، النفاق غير مطلوب، ليس يعني مقبول. هو عنده شخص ذكي، ما بقول انه هو مو ذكي، لكن وظف الذكاء بالشكل السلبي وليس بالشكل الايجابي. الانسان الذكي الاجتماعي اللي بيوظف كل قدراته ومهارات الذكاء اللي عنده ليكون مؤثر وناجح. والنفاق ليس نجاح، لانه سيكشف فيما بعد قريبا، لن يطول. صحيح. فلذلك النفاق لا، من المفاهيم اللي هي مرفوضة اجتماعيا ولا تتوافق مع اخلاقنا ولا مع ثقافتنا. لكن بالعموم أنا لحتى أكون مؤثر بالفعل، ولحتى أكون أنا يعني عم حقق النتائج وبقول أنا ذكي اجتماعيا، في عندي مراحل يعني لهالأمر هذا بتتم. يعني أنا بالبداية عندي في ثواني الأولى، يعني الانطباع الأولي، الاكسبريشنز الأولي، اللي هو أنا بترك انطباع إيجابي عند الآخر، اللي إحنا مسميها نبدأ بالثواني الأولى، كيف أنت تكون تترك انطباع إيجابي ويدوم طويلا. بعدها بنبدأ بالكلام ونسمى عندي الإنصات والحديث، واختيار الحديث اللي هو بيكون حديث مؤثر، الكلمات اللي بتكون مؤثرة، فهم الموضوع وإيجازه بطريقة بحيث إنها ما تكون مملة للآخر، تحقق الغرض المطلوب. لذلك هذا الأمر له كمان خطوات، كيف أنا أكون بحديث مع الآخر. لأنه في أشخاص بتلاقي يعني عطاكي انطباع أولي جيد وإيجابي، أول ما بيحكي بتقول يا ريت ضل ساكت ما حكى، لأنه بيبدأ بيدجك بالكلام بالمفهوم الشعبي، يعني بيكون عنده تعابير يعني قاسية أو يعني غير محبذة. فلذلك كذلك لما بدنا نبدأ بالحديث كمان في عندي خطوات لكيف أنا أبدأ بحديث يكون هالحديث مؤثر، وكل هدول اسمه ذكاء اجتماعي. طيب دكتورة، هدول الأشخاص يلي ما عندهم أسلوب، أنت حكيتي عن التأثير، والتأثير مرتبط بالمشاعر، فنحن لازم نكون ذكيين ونستخدم المشاعر، وبنفس الوقت يعني هذا التصنيف يصنف تحت الذكاء الاجتماعي. ولكن اليوم في أشخاص عندهم ذكاء اجتماعي ولكن غير مؤثرين، أشخاص عمليين ومنطقيين وبتصرفوا جدا بمنطقية بعيدا عن المشاعر وهي الأمور والعاطفة إذا بدي إلك، وبنفس الوقت ما عندهم أسلوب رقيق بالتعامل أو التأثير بالمشاعر المطلوب هو. ولكن شو الواحد بيعمل بهي الحالة؟ هو ذكي اجتماعيا ما بزعل حدا منه، ولكن بنفس الوقت هو حدا منطقي وعملي بعيد عن التأثير بالمشاعر. ذكي اجتماعيا يعني هو مؤثر بالآخر، يعني يحسن التعامل تمام ويكون ناجح.
يحسن التعامل، إذا هو بيفهم نفسه، بيفهم الآخر، ويخطط لنفسه، ويحدد أهداف، ويدير وقته، ويعرف كيف يحقق هذه الأهداف، سواء على صعيد العلاقات ولا على صعيد العمل. فما في شيء، ما في حدا ذكي اجتماعيا لكن غير يعني ما عنده أسلوب، بالعكس فينا نقول عنه هو عنده مؤذي، أسلوب غير مؤذي مثلا نفسيا، غير مؤذي بأسلوبه، غير مؤذي للطرف الآخر. هون لا، فينا نقول هذا الشخص يمكن يكون منسحب شوي يعني، هذا اللي بيكون يعني ما بيزعل حدا. قصدك تماما يعني انه ما عنده الجرأة انه يزعل حدا؟ لا، هون انا اول صفة لصاحب الذكاء او للشخص الذكي اجتماعي يكون عنده الثقة بالنفس. هذا الشخص اللي هو ما عنده الجرأة انه يزعل الاخرين، هو ما عنده الثقة الكافية بنفسه. قصدي هو منطقي وعملي وبنفس الوقت ما بيزعل حدا. منطقي وعملي اكيد ما بيزعل حدا، لأنه هو بيحسن استخدام الموقف أو توظيف الموقف وتوظيف العلاقة، فلذلك بيصل لنتيجة. المنطق يعني عندي أنا المعلومات والإدراك الكافي والوافي لكي أقوم بالتقييم والتصرف السليم. بالنتيجة لما بدي أقول ذكاء يعني سلوك، أنا دائما نحن بنحكم على الآخرين على السلوك الظاهر، فهالسلوك الظاهر هل أتقن أنا أني أخرج السلوك اللي هو مؤثر للآخر؟ هاد هون بيجي عندي مهارة الذكاء. أما إذا ما أحسنت أني أكون سلوكياتي مؤثر ومتوافق مع الآخرين، لا هاد ما فيه، هون بيكون في عندي بحتاج إلى مهارات أو بحتاج أني نمي هالمهارة لحتى أكون أنا ذكي اجتماعيا. يعني مشوف الذكي اجتماعيا وين محطة ذي، بأي بيئة بيكون في عنده مرونة وسرعة بالتكيف مع هذه البيئة. والمشاعر ليست هي يعني عندي الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي بيكملوا بعضنا البعض، لأنه نحن دائماً سلوكياتنا كدول نامية وكعرب بالعموم نحن نتصرف بمشاعرنا، سلوكياتنا مبنية على مشاعرنا، فإذا أنا بدي أفهم المشاعر أكيد لحتى أحسن التصرف. هذا جزء من مهارات الذكاء الاجتماعي. هي مهارة، كل مهارات لازم اكتسبها، لازم أدخل لنفسي قيم نفسي شو ناقصني من مهارات، وين هي العقبات اللي عم بتواجهني بالتعامل مع الآخرين، لحدد أنا شو الأشياء اللي بدي اتجه إلى وطورها ونميها. أكيد يعني معلومات مهمة مثل العادة دكتورة تغريد، شكرا لك لوجودك معنا، نتمنى اكيد الكل يكون استفاد. شكرا كثير لكم، الحقيقه هذا موضوع كثير واسع ومتشعب وتفاصيله كثيره، لذلك يعني ان شاء الله نكون ولو بايجاز اخذنا عموميات الامور الاساسيه. شكرا لك دكتوره تغريد، اهلا وسهلا فيكي.